رجعنا لكم طبعا في الكاد كادو، طبعا مواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. جاء وقت لليندا مع وائل الغربي. مرحبا وائل. مرحبا بك فوزي. باهي نبدأ لليندا. لليندا في لليندا لليوم عندنا حكاية كبيرة وعظيمة، حكاية ملاعبي سحار أرتيستو على الميدان. في لليندا لليوم نحكيه على الفنان وساحر الأجيال حمادي العقربي. في 20 مارس 1951 بدأت الحكاية وتولد العقربي الأسطورة. حكاية آلاف الكلمات ما تكفيهاش. في زناقي صفاقس حمادي العقربي تعلم الكرة، غادي تفنن ولم ولاد الحومة، غادي تولد الأعجوبة. 1959 وفي عمر 8 سنين يلتحق بالنادي الصفاقسي وتكبر الحلمة. الملاعبي هذا ما عندك ما تعلمه، الملاعبي هذا يسحر. كلمات قالهم اليوغوسلافيا ميلان كريستيك عام 1960 وخلدهم التاريخ. اللي يعمل فيه حمادي مش عادي ومش مفهوم، أكثر من ملاعبي موهوب، فينومين اسمه على كل لسان. في 1971 وفي عمر 20 حمادي العقربي يدخل للتاريخ ويجيب أول دوبلي للسي اس اس. في ساعة ملفت الأنظار، البلاد الكل سمعت بيه، بين ليلة ونهار في تونس ولا النمبر وان. عمل جمهور كبير، الناس من كل مكان تجي تتفرج فيه تتمتع بكورته وبفنه. حمادي العقربي واصل الإبداع، يصول ويجول في كل ميدان، صنع ألعاب لليوم كيف ما شفناش. ومع المنتخب عمل كارير ما يتنساش، جمع البلاد في مونديال المكسيك 78، سحر العالم، وبلاصته في تشكيلة الشتالي كان ما فيهاش كلام. بعد المونديال خاض تجربة قصيرة مع النصر السعودي قبل ما يرجع للولادة السي اس اس. مع النادي الصفاقسي التتويجات تواصلت وفاز ببطولات 78 81 و83. وفي صفاقس كي نقولوا حمادي نحكيو كورة، وكي نحكيو كورة نقولوا حمادي. حمادي العقربي ملاعبي متخلق ومحبوب، هو معشوق الجمهور وللتاريخ. في ماتش بين نادي البنزرتي والسي اس اس، ورقة حمراء ترفعت في وجه ساحر الملايين، جمهور السيابي يحتج ويغادر. جينا باش نتفرجوا في سيمفونياته، ما تحرموناش منه. حمادي العقربي هو الملاعبي اللي هزوا جمهور الإطوال فوق الأعناق. في 1986 حمادي العقربي يعتزل كرة القدم. الصنايعي اللي سحر تونس، الملاعبي اللي وحد البلاد، الملاعبي اللي فرجنا في كرة جديدة. مباراة كبيرة توديعية كان احتضنها ملعب الطيب المهيري بين السي اس اس والمنتخب الوطني. مباراة تجمعت فيها الألوان وبكاو فيها الكبار والصغار. حمادي العقربي ملاعبي متواضع وحشام، قليل الكلام، أما يحكي كرة هي لغته وغرامه. حمادي العقربي كبرنا على حكاياته وتفرجنا في شوية من إبداعاته، أما تحرمنا من كورته وفنياته وبنتواته. سي حمادي إن شاء الله نكون وفيناك حقك، حكايتك ما تتنساش، باش تبقى خالدة في الأذهان، تتناقل بين الأجيال. حمادي العقربي حكاية أسطورة ما توفيش. شكرا، يعطيك الصحة. الغربي كما العادة مبدع في الحديث على أساطير لعبة الكرة. لليندا في عدد استثنائي، عدد ممتاز، شفنا فيها الصديق نسيم يبدع زيدا عديد الصور. شفنا حمادي من بداية مسيرته حتى نهاية مسيرته. اليوم سي حمادي يعني مريض، ربي يشفيه ربي يعافيه. أنا تخششت برشا وتقلقت برشا من التصوير اللي قاعد ترويجها مؤخرا، يعني عيب وحرام والله يسامح اللي كان سبب في ترويج تلك الصورة، ما كانش يعني لها لازمة كما يقولوا. دونك كنا نجمو نخليو سي حمادي بك الصورة المزيانة اللي يعرف عليها الشعب التونسي الكل. واللي يحز في النفس فوزي، فما ناس خدموا بالتصويرة هذيك، فما ناس حبوا يروجوا للتصويرة هذيك، والشيء هذا مش معقول. حمادي العقربي كما قلنا أسطورة كبيرة، حمادي العقربي بين الملاعبين اللي ما ينساهمش التاريخ، بين أفضل اللاعبين في تاريخ البطولة التونسية وفي تاريخ المنتخب التونسي. حمادي العقربي هو الملاعب اللي رسم لنا التصويرة المزيانة متاع الكرة، ما حبيناش نشوفوه في الحالة هذيك.
اليوم وصل للحالة صحية خلينا نقولوا حرجة، حالة صحية صعيبة شوية. من المفروض معناها نحاولوا نخليوه في الصورة اللي كنا تربينا عليها واللي كبرنا عليها. تصويرة كيما هكاك يتم ترويجها، وخاصة مقطع الفيديو اللي ما عجبنيش جملة، ما عجبنيش مقطع الفيديو اللي خلينا نقولوا فيه كان قلل فيه من قيمة حمادي العقربي. مقطع الفيديو هذا ما تمنيناهش يدور بالكم هذاك. اليوم حمادي العقربي كيما قلنا في وضع صحي حرج، نتمناو له الشفاء العاجل، وعكة جديدة إن شاء الله يقوم منها كيما قام قبل من برشا وعكات، وربي يخليه لعائلته، وإن شاء الله مازلنا باش خلينا نقولوا نتمتعوا بتصريحاته وتحليلاته. واضح، شكرا لك وائل، يعطيك الصحة. بعد شوية نواصلوا الحديث على كرة القدم لكن من زاوية أمنية. الحقيقة باش يكون معنا حاضر بعد شوية أحد الأمنيين للحديث على مباراة لن تؤمن هذا الأسبوع. طبعا صديقتنا ليلى بالطيفة هي اللي أعطتنا المعلومة، تقول أنه الأمنيين يرفضوا طبعا تأمين مباراة كرة قدم ستدور هذا الأحد. طبعا بعد شوية نعرف المباراة، خلينا نتأكدوا من المعلومة مع سي كامل الطالبي. سي كامل الطالبي هو اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوية، ناطق رسمي باسم النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني. إن شاء الله يكون حاضر معنا بعد شوية لمدنا بالمعلومة الدقيقة. الحقيقة تشابكت الأمور والأمنيين عندهم حق، الحقيقة مش قاعدين يخلصوا في فلوسهم. الحل هو رفض تأمين مثل هذه التظاهرات الرياضية باش يحطوا المسؤولين على مثل هذه اللقاءات في كوا خلصني ولا ما نجيكش. هي وسيلة للضغط، فوزية وسيلة للضغط. اليوم معناها